سعيد، ببارك لك بطوله وببارك لك كمان على حصولك على الكاس. قول لي النهارده بتمثل لك ايه البطوله داخل دولاب النادي الاهلي؟ انا الاول بسم الله الرحمن الرحيم بحب اشكر كل الجمهور اللي جه واقف يساعدنا واقف صفنا، والحمد لله البطوله كانت صعبه بصراحه، ولو كانت في فرق في من مصر كتير وقويه واحنا لاعبين معاها قبل كده، والحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب عليهم، واللي هو اتاخد مننا شوط واحد وعشان في ارضنا الحمد لله اللي احنا كسبنا الحمد لله. طبعا كل تقول للجمهور المميز واحمد قطب كمان يمكن كان له تاثير كبير رغم الاصابه. يعني انا احب والله اشكر كل الجمهور اللي هو نزل من بيته وقف معانا وشجعنا، واحب والله اشكرهم ولا بعد الفوز ده ليهم. وقطب يعني الف سلامه عليه وان شاء الله يرجع احسن من الاول، وانا عن نفسي بهديله الكاس ده باذن الله يا رب. كابتن عبد اللطيف عثمان واحد من النجوم، مبروك يا كابتن عبد اللطيف، بطوله جديده ومميزه، كان عندنا ثقه كبيره فيكم ان انتوا تحققوا البطوله دي. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا البطوله، كانت بطوله صعبه بسبب الاصابه اللي حصلت لاحمد قطب، وانا حابب ان انا هديله الكاس البطوله النهارده، واقول لكابتن محمود الخطيب الف سلامه عليك ونهديله برضو البطوله، وان شاء الله رجاله الاهلي دايما تعدنا ببطولات ان شاء الله. رغم ان كل بطوله بتحصل لنا ظروف كبيره جدا، لكن الاصرار اللي احنا بنشوفه مع كابتن ميدو ومعاكم ده اللي بيخلينا عندنا ثقه كبيره جدا فيكم يا كابتن. والله اكبر سبب الروح اللي موجوده وسط الفرقه والعلاقه بين الجهاز الفني واللعيبه ان هي علاقه اخوات كلها، والحمد لله ده بيبان في الملعب وبين العلاقه القويه بين اللعيبه الحمد لله. قول لي تقول للجمهور بشكل عام، تحب تقول لكل الجمهور اللي حضر من اول يوم لاخر يوم؟ والله انا بشكرهم جدا جدا يعني، وبهدلهم البطوله على الروح الجميله اللي هم عملوها البطوله وتشجيعهم للفرقه في الوقت الصعب، والحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله الحمد لله. الله يبارك فيك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، بيضمننا كمان احد نجوم فريق النادي الاهلي، ببارك لك النهارده على الفوز وعلى المباراه وعلى الاداء والبطوله ان هي تدخل دولاب النادي الاهلي رغم الظروف الصعبه دي يا كابتن محمد. طبعا الف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي ولينا، البطوله دي بتمثل لينا تحقق بطوله الموسم، والبطوله دي بنهديها طبعا للكابتن احمد قطب ولينا ولجمهور النادي الاهلي. قول للجمهور اللي حضر واثر من اول يوم لاخر يوم، اكيد كان ليه تاثير كبير معاك رغم الظروف اللي مرينا بيها يا كابتن. طبعا الحمد لله احنا يعني كنا مش عايزين نروح الجمهور زعلان، فالحمد لله احنا اديناهم البطوله دي وادينا احمد قطب ولينا كلنا على تعب السنين دي كلها. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، ومعانا طبعا عريس البطوله الكابتن محمد مصالح ميدو، مبروك يا كابتن محمد. ظروف كالعاده بتمر علينا، اصابات مش محظوظ والفرقه مش محظوظه، لكن الاصرار الكبير اللي بنشوفه يا كابتن ميدو ده يعود للجهاز الفني ويعود للعيبه كمان. ده بحمد ربنا اول حاجه، بس نفسي افرح من غير وجع يعني، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. النهارده الحمد لله الاولاد ادوا مباراه في منتهى الروعه 3-0 على نادي محترم نادي الجيش، قرينا الفرقه كويس قوي وعملنا ما علينا زياده. بشكر الجماهير وبشكر اللعيبه قوي قوي على المجهود ده الحمد لله. قول لي للرجاله من اول دقيقه لاخر دقيقه كان في تركيز كبير مع الجمهور الكبير ده يا كابتن ميدو، شايف حضور الجمهور في اخر مباراه شايفه ازاي بالنسبه لك؟ مفتاح الفوز والعزيمه هو بيجي من الجمهور، بشكرهم جدا يعني. قول لي تقول للعيبه الرجاله واحمد قطب، انا عارف ان انت كنت زعلان جدا وكنت حزين جدا انت والفرقه، لكن تتمنى ايه لاحمد قطب الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله يرجع احسن من مكان، وان شاء الله مجلس الاداره مش هيبخل عليه باي حاجه. الاستاذ العمري كان معانا النهارده الصبح وطمني وقال لي ان المجلس هيعمل ما عليه وزياده بخصوص احمد قطب، وان شاء الله ربنا يسهل ويرجع احسن من مكان زي منعم بالظبط ما رجع. ربنا يخليك. بينضمنا كمان الكابتن شكري الجويني، الاول اسالك بالتونسي كيفك لاباس؟ الحمد لله لاباس. حبيبي يا كابتن شكري، طبعا في البدايه ببارك لك اصراركم الكبير واصرارك ان انت كمان كنت مصاب، كان عندك عزيمه كبيره جدا ان انت تبقى متواجد مع الفريق، قول لي البطوله بتمثل لك ايه وشايف البطوله ايه؟ صحيح، اول حاجه الحمد لله يا ربي اللي فزنا بالبطوله هذيا، وخاصه تبدا في النادي قدام جمهورك، هذيا اقل شيء نجم نقدموه للجمهور اللي وقف معنا من اول الدوره. كذا معناتها كيما برشا ناس قالوا انه بطوله سهله، ممكن تكون سهله، هي لا صعيبه، لما تكون على ميدانك تكون اصعب من الضغط اللي فيها، والعزيمه اللي كانت عندنا هي اللي خلتنا ان نفوزوا باريحيه، والحمد لله يا ربي كملنا الافريقيه ان شاء الله كيما كملوا كاس يا رب. رغم الحزن على احمد قطب، لكن ده زودكم اصرار كبير وعزيمه كبيره ان انتم تهدوا البطوله فعلا لاحمد قطب، بنشوف خساره احمد قطب بالنسبه لنا الفتره اللي فاتت. صحيح، من البارح يعني اللاعبين كل تكلمنا مع بعض انه لازم يعني البطوله هذيا ناديه، والاول واحد هو قطب اللي هو كان متواجد معنا. الله غالب ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل يا رب ويرجع مستواه احسن من اللي كان عليه. هذه اول حاجه، اقل حاجه نجم نقدموها للقطب.
بينضم لي كمان احد نجوم فريق النادي الاهلي كابتن محمد عادل دوله. مبروك بطوله جديده وبطوله قويه كالعاده. طبعا كان عندكم تركيز كبير من اول مباراه، قول لي بتشوف البطوله ازاي وبتشوف المباراه النهائيه رغم الصعوبات اللي عندنا ده كابتن؟ الحمد لله. الاول الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، والف مبروك للجمهور العظيم اللي جه النهارده، والف مبروك لاحمد قطب. احمد قطب يعني لعيب مؤثر عندنا، ويعني هو الاوبز بتاعنا الاساسي، ما فيش تغيير ليه. اضطرينا نقلب احمد سعيد في اثنين، وما كانش في تغييره غير محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لسه راجع من اصابه، الحمد لله محمد عبد المنعم رجع وطلع تاني عشان الاصابه عنده، كان في جزع في الرباط عنده، بس الحمد لله النهارده الفرقه كلها رجاله من اصغر واحد الى اكبر واحد، والحمد لله يعني الحمد لله للبطوله جت في وكاس جه رجع النادي الاهلي الحمد لله. رسالتين، واحده للجمهور وواحده لاحمد قطب، بتقول ايه للجمهور وتتمنى ايه لاحمد قطب؟ ربنا يشفي احمد قطب يا رب. احمد قطب لاعب مهم، واتمنى ان الدنيا كلها تقف معاه الفتره اللي جايه، ان شاء الله يعمل عمليه في اسرع وقت، وان شاء الله يرجع الملعب بالسلامه وبسرعه ان شاء الله. رسالتي الثانيه للجمهور، بشكر الجمهور ومجلس الاداره اللي جم ساندونا ووقفوا معانا، وهم اللي خلونا ناخد البطوله، لو هم ما كناش خدنا البطوله. وبحب اشكر الجهاز الفني وكابتن ميدو مسلحي اللي هو تعب معانا وبذل مجهود جامد، كل الجهاز من اصغر لواحد لاكبر واحد، من الاول عامل الاوضه لحد رئيس الجهاز عندنا والحمد لله. وبحب ابارك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، انضم لي كمان احد نجوم فريق النادي الاهلي كابتن منعم. طبعا عايز اقول لك الحمد لله على السلامه الاول، وعايز ابارك لك على البطوله رغم الاصرار الكبير ورغم الاصابات اللي كانت عندنا، كان عندنا اصرار كبير جدا ان احنا ناخد البطوله ده كابتن منعم. اول حاجه الحمد لله بسلم على الناس الضيوف كابتن هيثم والطاقم التحليلي اللي معاه، بقول لهم اول حاجه الف مبروك والحمد لله على كل شيء، على مكسب النهارده رغم الاصابات عندنا وفي ناس بترجع، وكابتن احمد قطب اللعيب بتاعنا الاوبوزيت الاساسي اتصاب اول امبارح، احنا بنقول الحمد لله واحنا لعيبه رجاله، وكنا متعودين ان احنا هنهدي له الفوز وجماهير نادي الاهلي، ومش هنطلع من البطوله دي الا لما نكون كسبانين ان شاء الله، وبنحمد ربنا على المكسب والاداء الجميل والنهائي المشرف طبعا اللي احنا عملناه 3-0 في نهائي افريقيا ونهائي الدوري، كان بنلعب برده مع نادي الجيش. الحمد لله على الاداء والحمد لله على الفوز. قول لي رسالتك ايه للجمهور الرائع، الجمهور المميز اللي ليه تاثير كبير، وتتمنى ايه لاحمد قطب؟ احنا بنتمنى له كل السلامه الفتره اللي جايه. طبعا احمد قطب هيقوم منها ان شاء الله معافى باذن الله واحسن من الاول، وبقول للجمهور النادي الاهلي جمهور جميل، بنشكره طبعا ان هو النهارده لبى النداء وجه، تقريبا المدرج كله كان فل النهارده مليان والحمد لله، وبنديهم طبعا الفوز، بنقول لهم الف الف مبروك، وان شاء الله نتوج بالكاس ان شاء الله الاسبوع الجاي وناخد الثلاثيه باذن الله. توفيق يا كابتن ان شاء الله حبيبي. بنبارك من جديد طبعا للكابتن منعم. انضم لي كمان سريعا الكابتن محمود جمعه مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن محمود، مجهود كبير يحسب للجهاز الفني في البدايه ثم اللاعبين، حابب تقول ايه للبطوله الرائعه المميزه رغم الصعوبات الكبيره ده يا كابتن محمود؟ والله طبعا بقول الحمد لله، ربنا كريم كرمه كبير قوي علينا. احنا عندنا اللعيبه بتاعتنا النهارده فعلا اللعيبه دي رجاله جدا، عندنا اصابات كتير، شكري النهارده كان بيلعب وهو مصاب، منعم كان بيلعب وهو مصاب، قطب ربنا يرجعهولنا بالسلامه الحمد لله على كل حال. وبقول حاجه مهمه جدا، شكرا للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، وشكرا للجمهور الكبير اللي جه سندنا النهارده وقف جنبنا في البطوله دي، الف شكر الحمد لله رب العالمين. بطوله غاليه والناس دي تستحقها واللعيبه تستحقها. الله يبارك فيك. شكرا. مستمر معاك يا كابتن هيثم. المهندس محمد الضماطي طبعا نائب رئيس اللجنه العليا المنظمه البطوله، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. بطوله جديده تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره في القطاع بشكل كبير، حابب تقول للرجاله وعلى الحضور الجماهيري المميز محمد بيه؟ الحمد لله. والاداء الرائع كالعاده والثقه الكبيره من جمهور النادي الاهلي فيك، ده مش غريب عليك يا عبد الله النهارده، يمكن هنيك على الكاس وعلى كمان الكاس الشخصي بالنسبه لك. الاول البطوله سجلت معاك اول يوم، قلت لي ان شاء الله البطوله من نصيبنا باذن الله، وحققنا فعلا البطوله. بعد تحقيق البطوله شايف الانجاز الكبير ده بالنسبه لنا ازاي محمد؟ طبعا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ببارك جماهير النادي الاهلي، ببارك الجهاز الفني المحترم، ببارك لاحمد قطب، طبعا بقول له ربنا يشفيك يا رب ويعافيك ويعافيك بالسلامه. لعيب الله اكبر عليه ماشي في البطوله، يعني نقول ايه، يعني ماشي زي بسرعه صاروخ. نقول له قطب ربنا يشفيك يا رب ويعافيك. انا بادي البطوله طبعا بادي للكابتن ميدو محمد مسلحي، تعبنا كتير قوي من الصيف اللي فات، مركزين جامد جدا، الراحات قليله، خلصنا بطوله الدوري ربنا كرمنا بيها، طلعنا على المطار بعدها باربع ساعات، طلعنا معسكر بولندا، رجعنا لعبنا ماتش كاس، يومين كنا في معسكر مغلق البطوله الافريقيه. لا المنظومه كلها تعبت. ببارك لكابتن تامر تايجر، محمود جمعه، اللواء خالد ابو زينه، ببارك لميكي، احمد عامل الغرف، ببارك الناس دي كلها، المنظومه كلها تعبت. ببارك مجلس اداره، ببارك للجماهير الكبيره الجد ديت كلها، بقول لهم الف مبروك بطوله يعني ولا احلى ولا اروع، الحمد رب العالمين.
ربنا يخليك. اللي هو خالد ابو زيله كمان معايا، وعايزين نروح انت وعبد الله، عايزين نروح لاحمد قد. طبعا احمد قد واحد من النجوم، عايزين نروح له. طبعا هو واحد من نجوم النادي الاهلي، وبنقول له الف سلامه عليه، لان هو بصراحه كان ليه دور كبير، والجائزه دي اللي هو برده كان ليها تاثير كبير جدا معانا. والله بالنسبه لاحمد قد، احنا طبعا صدمتنا كبيره جدا فيه، لكن الحمد لله باذن الله ان شاء الله هيرجع بالسلامه. احنا يعني عايزين نهدي الفوز ده للغائب رئيس النادي كابتن محمود الخطيب حبيبي، اللي هو يعني فعلا اول حاجه عملها اتصل بكابتن ميدو وبارك للجهاز وبارك للفرقه، يعني كان متابع الماتش اول نقطه بنقطه، ويعني ربنا يرجعه بالسلامه. مش هقدر اقول اكتر من كده. هبارك لمجلس الاداره المحترم، هبارك لاداره النشاط الرياضي، هبارك للعيبه اللي تعبت جدا 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 السنه دي، هبارك للجهاز الفني المخلص اللي تفانى مع الفرقه ان هو يوصلها بالمستوى اللي حضراتكم شفتوه، تمام؟ هبارك للجهاز الطبي اللي بيعاني بقاله دلوقتي اكتر من شهرين لبعض الاصابات اللي مرت بينا، وانتوا زي ما انتوا شفتوا احمد عبد العال وشفتوا شكري، واخد بالك؟ وانا عايز اقول لك يعني برضو لازم كل واحد ياخد حقه. محمد عبد المنعم يا جماعة لعب قبل الميعاد اللي المفروض يلعب بيه بكلام الدكتور على الأقل بشهر، لكن أصر وأصر أصر أصر أصر. وأنا يعني بقول لكل الناس وبقول للعيبة دي، فعلا أنتوا لعيبة محترمة، أنتوا شرفتوا ناديكم، أنتوا شرفتوا أساميكم، شرفتوا كرة الطائرة المصرية بالبطولة دي، وبتمنى كل توفيق للفرقه دي، لان فعلا الفرقه دي فرقه محترمه، ولاد اخلاقياتهم عاليه جدا، ومحترمين ومؤدبين جدا، وبيحبوا النادي ده ومخلصين فيه. فيعني واحنا بطوله الدوري غابت 3 سنين، لكن اللي انا عايز اقوله تمام ان فعلا فعلا الولاد دي اثبتت تواجدها، وان شاء الله الاهلي قادم للبطولات باذن الله. عايزين نروح لاحمد قطب بقى، واحد من نجوم فريق النادي الاهلي، كابتن احمد قطب، هنحاول ان احنا نروح له. طبعا احمد يمكن زي ما انت، انا طبعا عايز ابارك لك في الاول. احمد قطب واحد من نجوم فريق النادي الاهلي، يا كابتن احمد بنبارك لك طبعا في البدايه، وبقول لك الف سلامه عليك. انا عارف ان كان عندك اصرار كبير ان انت تكمل البطوله، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن حب الجمهور ده واصرار اللعيبه ده بينعكس عليك ازاي يا كابتن احمد؟ والله انا الاول بس الحمد لله، وطبعا بقول لك الف الله يسلمك. ويا طبعا انا عندي اصرار اكيد، يعني عندي اصرار ان انا اكمل البطوله. بطوله زي دي حلوه ما شاء الله، يعني مستويات حلوه وسط الجمهور ووسط وفي ارضنا، بس الحمد لله على كل حاجه، يعني مش نصيب يعني الحمد لله. كان ليك تاثير كبير جدا في كابتن ميدو وكل اللعيبه، يمكن كانوا شايفين فيك ان انت تاخد احسن لاعب في البطوله، لكن الفتره اللي جايه دي تقويك وتخليك اكتر اصرار ان انت تعود كمان بشكل كبير. يا كابتن احمد، شفت البطوله ازاي بشكل عام؟ المباريات اللي فاتت بتشوفها ازاي؟ ورغم الاصابات اللي عندنا دي، وان احنا نحقق البطوله امام الجيش، دي حاجه كويسه جدا وحاجه رائعه جدا. هو الحمد لله طبعا على مكسب البطوله اولا، تاني حاجه المستوى البطوله كان رائع، في مستويات كويسه وتقدمت بالذات الفرق الافارقه. الله يخليك، بالذات فرق افريقيا يعني المستويات عاليه. وطبعا يعني الاصابات الحمد لله ان الاصابتين عبد العال وشكري الحمد لله الاصابات كانت خفيفه، وقدروا يعني يلعبوا معانا من دور الثمانيه. وطبعا يعني بعيد عن اصابتي والحمد لله، بعيدًا الحمد لله هو نصيب وكل حاجة. وطبعا كل اللعيبة كانت زعلانة، وشايف في عيونهم كده، وشفت في عيون طبعا الجهاز الفني والطبي، وهم يعني وعدوني يعني ان هم هياخدوا البطولة عشان يعني عشان خاطر الإصابة وكده، وانا كنت واثق فيهم فعلا قبل الماتش يعني من امبارح، مش هقول لك النهارده، واثق فيهم ان هم هيقدروا، هم من جواهم ومن عيونهم باينين ان هم عايزين يكسبوا البطولة. وده طبعا شفناه النهارده من اول بونت لاخر بونت، ونازلين كلهم ايد واحده ورجاله والحمد لله. طبعا رسالتك ايه للجمهور؟ جمهور النادي الاهلي نادى عليك اكتر من مره، وده كالعاده جمهور النادي الاهلي بيقف ورا النادي الاهلي في الحلوه والمره. يا كابتن طبعا هو احساس اكتر من رائع طبعا، الحمد لله يعني ان المحبه دي في قلب الجماهير وقلب الناس، يعني كل الناس طبعا كفايه الناس مع الف سلامه من كل يعني من معظم الجمهور. وطبعا احساس حلو يعني، والحمد لله ان انا قدرت اوصل لمرحله زي دي. الف مبروك
الحمد لله، شكرا، ربنا يخليك. الله يسلمك. نبارك من جديد يا كابتن هيثم، واختم معاك يا كابتن هيثم طبعا بحصول النادي الاهلي طبعا على كاس افريقيا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. كاس غالي طبعا كالعاده، يدخل دولاب بطولات النادي الاهلي، واكيد طبعا بنقول لاحمد عود ان شاء الله تعود ان شاء الله الفتره اللي جايه احسن من الاول. عندنا ثقه كبيره جدا في مجلس اداره النادي الاهلي ان هو ان شاء الله يتم يعني التعامل مع احمد عود بشكل افضل جدا خلال الفتره القادمه. زي ما بنقول يا كابتن هيثم، كل يوم بطوله يا اهلي يا اسطوره، كل يوم بطوله ان شاء الله خلال الفتره القادمه. نهني النادي الاهلي ببطوله اليد ايضا سيدات ورجال. عوده ليك يا كابتن هيثم السعيد. شكرا زميلنا كريم احمد، وهو طبعا شايل كاس افريقيا الغالي علينا كلنا، كاس افريقيا الحقيقه اللي فرحونا النهارده رجال الطائره بهذه البطوله. انا بس عايز يعني اعلق على بعض الامور بعد التقارير اللي شفناها وبعد اللقاءات اللي عملها كريم. يعني طبعا احنا بنشكر احمد قطب من قلبنا وبنتضامن معاه، وان شاء الله ترجع يا احمد زي الاول واكتر. وحقيقه عجبني روح الفريق، روح عبد الله عبد السلام كابتن فريق، وهو بيقدم احمد قطب لاستلام كاس البطوله كانه زي ما بيقول له انت كنت غايب ولكن انت الحاضر الاول. برضو بحب اعلق على طبعا المداخله اللي كان تشرفنا بيها الكابتن او العميد محمد مرجان بتهنئه الكابتن محمود الخطيب للكابتن عاصم حماده المدير الفني لكره اليد بعد فوزهم على الزمالك اليوم 21-18. وكمان كابتن محمود الخطيب هنأ الكابتن محمد مصلح ميدو بهذه البطوله دي. اللقطه اللي كنت بقول لحضراتكم ان عبد الله عبد السلام كابتن الفريق قدم احمد قطب المصاب لرفع الكاس قبل منه، وده رسالة واضحة ان احنا كفريق واحد، قلب واحد، قلب واحد، وده كان سر الفوز النهاردة. الحقيقة لازم برضو نوجه الشكر للجنة المنظمة على هذا التنظيم الرائع، ومن قبله بطولة السيدات. طبعا بنشكر، ما ننساش نشكر الدكتور عمرو علواني رئيس اتحاد اللحظات، كابتن عبد الحليم معيب واحد من نجوم. كابتن عبد الحليم الف مبروك النهاردة، اداء وبطولة فعلا على اداء رجولة بالنسبة للنادي الاهلي. حابب تقول لكل الرجالة النهاردة والله الحمد لله على المكسب. فريق النادي الاهلي دايما معد بالبطولات، ودايما يفرح جمهوره، ودايما يفرح مجلس الاداره. الحمد لله لعب النهارده كرجاله، وقدرنا ان احنا ماتش بعد اصابه قطب الحمد لله قدرنا ان احنا نقعد مع بعض، ولازم نجيب البطوله دي عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر اصابه احمد قطب. بادر البطوله دي لاحمد قطب لانه هو راجل المباراة وكان راجل الماتشات كلها. الحمد لله على المكسب، والف مبروك للنادي الاهلي. قول لاحمد عبد العال على الاداء الرجولي اللي بيأديه طول البطوله. الحمد لله احمد العال دايما على طول في الماتشات المهمه بنلاقيه، والحمد لله احنا كنا واخدين وعد عشان احمد قطب، والحمد لله ان المكسب جه في وقت صعب، والبطوله ما كانتش سهله زي الناس ما كانت بتقول. البطوله كانت صعبه والحمد لله قدرنا ناخدها. مبروك احمد عبد العال، الف مبروك يا احمد، بطوله جديده ورائعه ومميزه وبطوله غاليه علينا جدا. طبعا الف مبروك لجمهور الاهلي كله. انا الاول بس بقول سلامات لقطب، ان شاء الله يرجع علينا احسن من الاول باذن الله، والحمد لله ان احنا النهارده قدرنا نكسب الماتش عشان نهدي له البطوله ديت. قطب والاصابه اللي جات له زودت له الاصرار الكبير قوي يا كابتن احمد على ما اعتقد. طبعا هو قطب قبل ما يكون لعيب معانا هو اخ، وبالنسبه لي انا اخ صغير. الحمد لله ان احنا قدرنا نلعب النهارده عشان نهدي له البطوله. قول ايه للجمهور المميز يا كابتن احمد اللي حضر معانا من اول يوم لاخر يوم؟ هو طبعا النهارده انا مبسوط جدا ان الجمهور كمان كان كتير جدا ساعدنا، طبعا مع فقدان قطب النهارده ساعدنا كتير جدا. واللي راح واللي وجع وقلبنا سعيد. كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، دكتور راني علواني طبعا عضو